نأخذ سؤال جديد لمحمد من سوريا، وقال: تحولت متابعة أخبار الفيروس فيروس كورونا إلى هوس لدي، كيف يمكنني تقليل الهوس من متابعة أخبار فيروس كورونا؟ طبعا هذا السؤال نطرحه على الدكتور محمد. كيف هنا، ماذا ننصح الأفراد عندما تتحول متابعة الأخبار إلى هوس دكتور؟ يا ستي، في البداية جميع الأشخاص ومعظم الناس يعني دخلوا في حالة من الذعر والترقب والخوف وما عرفة ماذا يجري وما عن الفيروس وما طرق انتقاله، لأنه كان كل شيء مجهول. الناس صاروا يتابعوا الأخبار يعني 24 ساعة كمان حتى يتبعوا كل اللي بيجري في الدول الأخرى. يعني بدك تتبع اللي في أوروبا، اللي في الصين، وفي الدول العربية. اثنين، صارت يعني الأخبار متضاربة، صار في دخلة الأمور السياسية مع الأمور الطبية، يعني صار في قلق وتوتر عند الأشخاص، صار يبحثوا عن المعلومات الصحيحة، لأن دخلت السوشيال ميديا شوشت وشوهت كمان المعلومات عن المرض وعن الكوفيد 19. صار في تشويش عند الأشخاص، فصاروا الناس بشكل عام بدهم الأخبار بطريقة صحيحة ومؤكدة. فصارت في بعض الأشخاص يعني أصبحوا يعني يمكثوا أكثر من عدة ساعات، 10 ساعات أو 12 ساعة على شاشات التلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الأخبار. لكن هاي العملية خلقت نوع من الاكتئاب، من التوتر، من القلق الزائد. اثنين، قلة النوم وفقدان الشهية والعصبية الزائدة والمفرطة. وفي حالات كمان انه صار في عدم اهتمام في امور المنزل، يعني اصبح الشخص او اللي بيتابع الاخبار مهتم فقط في متابعة الاخبار عوضا عن متابعة عائلته وعن متابعة نفسه. فهون بيدخل الشخص في حالة بنسميها التعويد او الادمان على الأخبار في عن مرض الكورونا. أو هي مش حالة هوس، لا ما منسميها هوس، مجرد إنه حالة من الوسواس أو الوسوسة زيادة أو الخوف زاد عن حده. طبعا الخوف هو مبرر في بعض الأحيان وخاصة في الظروف الحالية، لكن إذا زاد عن حده وأصبح يأخذ جزء كبير من حياتنا اليومية، فهنا بيصير عبارة عن مرض بحاجة إلى تدخل. فهنا إحنا فيه بنواجبنا كأشخاص إنه ترتيب البرنامج اليومي، سماع الأخبار مرة أو مرتين في اليوم في الصباح وبالمساء فقط، والتركيز على نشرة إخبارية واحدة وعلى قناة معروفة اللي يتابع فيها الأخبار، ما ينتقل من قناة إلى قناة. فالأشخاص اللي بيكونوا زي هيك يعني بيكونوا أصلاً هم عندهم عرضة للقلق وللاكتئاب، وبيكونوا دائماً حساسين وقلقين على المستقبل أكثر من غيرهم. الاندماج في الأعمال اليومية من الرياضة، من الهوايات أو العمل من عن بعد، يعني في بعض الوظائف إنه بيقدر تساعد ربما أن يمضي وقتنا طبعاً متابعة. بالضبط، إنه تنظيم الوقت هو إحنا بنقصنا، يعني تنظيم الوقت بشكل صحيح، لأنه في كثير أشخاص القلب الليل نهار عندهم ونهار الليل، أصبحوا يناموا في النهار ويمضوا أوقات طويلة على شاشات الإنترنت أو التلفزيون في المساء. فهنا ضبط النوم في وقته مهم جدا، ضبط النشاطات، يعني يكون في بالانس، في توازن في جميع النشاطات، ويكون الغذاء صحي أفضل بكثير من العشوائية وعدم التنظيم، لأنه عدم النظام واضح. إذا حياتنا إحنا مش منتظمة بيكون جسمنا غير منتظم وبيعمل إرباك وتوتر وقلق واكتئاب وإلى عواقب نفسية لا يحمد عقباها في المستقبل.